مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن نظام التعليم الجامعي في كندا، وبدنا نحكي عن كيف الحصول على منح دراسية في كندا. خليكم بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية 365 كندا International Education and Immigration Services، بيقدموا لك كل الخدمات للدراسة والعمل في كندا. تواصلوا معهم على طرق التواصل الموجودة في هذا الإعلان وإن شاء الله راح يخدموكم. نظام التعليم في كندا من أفضل وأرقى الأنظمة التعليمية في العالم، وهذا مشهود له من خلال الجامعات الكندية المرموقة والتي تحتل منصب راقي في دول العالم. وحكينا إحنا الطلاب الأجانب بدهم يجوا يدرسوا، طبعا بكلفهم هذا كتير، لكن حكينا في فيديو أرخص وأحسن الجامعات الكندية، حكينا عن 5 أرخص جامعات للبكالوريوس والماجستير، وحكينا برضو أفضل 5 جامعات في كندا والأسعار تبعتها كلها. إذا بدكم تشوفوا الفيديو تابعوا تحت في الديسكريبشن. اليوم نحكي عن شغلة مهمة، شو بنقدر ندرس في كندا؟ في شغلة اسمها ليفل أو شهادة أو سيرتيفيكيت، تقريبا بتكون من 8 أشهر لسنة. بعدين في عندنا شغلة ثانية اسمها دبلوم، هذا بكون عادة من سنة إلى سنتين. بعدين عندنا دبلوم عالي بكون عادة 3 سنوات. بعدين عندنا بكالوريوس بكون من 4 إلى 5 سنوات حسب التخصص. بعدين عندنا ماجستير بكون من سنة في الماجستير اللي بسموه بروفيشنال ماستر، بكون 2 سنين على الأقل للماستر اللي فيه مواد، وعادة عادة عادة للماستر اللي فيه بحث ومواد بحتاج إلى 3 سنوات تقريبا. بعدين بيجي عندنا مرحلة الدكتوراه والبي اتش دي. مرحلة الدكتوراه الليفل تبعها عادة بيحكوا انه 3 سنوات، بس صعب جدا انك تخلص ب3 سنوات في كندا، فمعظم الناس بتحتاج من 4 إلى 7 سنوات في دراسة البي اتش دي في كندا حسب التخصص وحسب الريسيرش اللي عم بتقوم فيه. هذا بشكل عام. الآن بدنا نحكي عن السنة الدراسية. السنة الدراسية تقريبا زي باقي الدول العالم فيها 3 إلى 4 فصول. فصل الخريف بيبدأ من سبتمبر وبنتهي في ديسمبر. الفصل الثاني بسموه الوينتر سيمستر أو فصل الشتاء، بيبدأ من يناير وبنتهي في أبريل. بعدين فصل الصيف في بعض الجامعات بتعتبره سيمستر واحد بسموه سمر، وفي ناس سمر 1 وسمر 2 اللي هو بكون يا إما 4 أشهر من إذا سمر بكون 4 أشهر، إذا سمر 1 وسمر 2 بكون شهرين شهرين. طبعا أسلوب التدريس بشكل عام أو التعليم في كندا هو أسلوب راقي ومستوى عالي من الجودة، وفي طرق تدريس ممتازة. معظم اللي بيجوا بدرسوا على كندا بيطلعوا بيحصلوا على قدرة للعمل في أكبر الشركات العالمية، لأنه التدريس زي ما حكينا مستوى عالي جدا، وفي كتير شهادات بتيجي مع شغلة اسمها كو أب أو برنامج تعاوني، بحيث أنك تستطيع أنك تعمل تطبيق عملي في أحد المؤسسات الكندية، وهذا بيكسبك أو الشركات الكندية، وهذا بيكسبك مهارة جيدة أكيد. طبعا معظم الجامعات الدراسة بتكون عندها on campus، يعني وجه لوجه تروح تشوف الدكتور. في بعض الجامعات عندها شغلة اسمها hybrid، يعني بعض المواد بتكون نصها online نصها بالكامبس، وبعض المواد بتكون كلها online ما بتشوف الأستاذ نهائيا أو بتشوف بس التوتوريال أو التدريس. معظم الجامعات عندها شيء مهم للطلاب خاصة للأجانب، شغلة اسمها tutoring، إنه إذا لا سمح الله عندك في مشكلة بتروح على student service وبيساعدوك في دراسة بعض النقاط، يعني براجعوا لك إياها، بكون في أستاذ مختص من كل مادة دائما موجود، بكون في الاسكاجول بتروح بتشوفه بتقدر تسأله وبيشرح لك face to face واحد لواحد، تكون مجانية يعني. تكاليف الدراسة حكينا عنها في الفيديو السابق، بتكلف تقريبا من 7000 لحوالي 40000، بيعتمد على التخصص والجامعة.
كل الجامعات تقريبا في كندا حكومية، لكن المبالغ اللي بتتقاضاها بتختلف من جامعة لجامعة، وبيعتمد على طبعا مستوى الجامعة ومكانها، لأنه كل مقاطعة برضو لها طريقة لتحديد هذه المبالغ. بدنا نحكي اليوم عن أهم شغلة اللي هو بدنا نحكي منها من الفيديو، اللي هي المنح الدراسية. الجامعات الكندية كباقي الجامعات في العالم عندها منح دراسية، عادة هذه المنح عادة تغطي فقط جزء أو كامل الرسوم الدراسية، ولا تغطي المعيشة. المعيشة عادة بتحملها الطالب. زي ما حكينا في كتير international students هون، في عنا طلاب من الصين، هذه أكثر عدد طلاب موجودين في كندا، في عنا طلاب من الهند، في عنا طلاب من دول ثانية، من الخليج العربي، السعودية، في عنا طلاب من الأردن، مصر، أفريقيا الطلاب فيهم قليل، لكن في. فإذا الطالب قدر يحصل طبعا على منحة، بدناش نحكي بعثة، منحة، بيساعده كتير أكيد على إنه يجتاز مراحل. طبعا هذه المنح بدنا نحكي عنها واحدة واحدة، معلش أنا مسجلها هون. أول واحدة اسمها منح الكومنولث والزمالة الكندية، اسمها Canadian Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan. طبعا هاي عادة للبحوث العلمية المتقدمة في الماجستير والدكتوراه لأحد دول الكومنولث. إذا أنت من أحد دول الكومنولث معك جنسية، ممكن تمنحك بدل السفر وبدل بعض من جزء المعيشة. المنحة الثانية اسمها شاستري اندو كنيديان انستيتوت، شاستري اندو كنيديان انستيتوت، وهذه طبعا تقدم للزمالة عادة لمستويات الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه، اللي هي بوست دوك ريسيرش. المنحة اللي بعدها من المجلس القومي للبحوث في كندا، اللي هو National Research Council of Canada، NRCC، National Research Council of Canada، بتقدم برضو منح للماجستير ومعظمها في البحوث العلمية والعلوم الطبيعية والتخصصات الهندسية. بعدين في عندنا برنامج اسمه Ontario Graduate Scholarship Programs، هذا برضو للدراسات العليا في مقاطعة أنتاريو، بس لازم تكون حاصل على القبول من الجامعة والتأشيرة عشان تتقدم لهذا البرنامج. في مجلس بحوث العلوم الطبية والهندسية NSERC، طبعا بدعم البحوث العلمية العلوم الطبية والهندسية. في منحة من حكومة مقاطعة كيبيك اسمها كيبيك Provincial Government Scholarship، وبتتقدم للطلاب اللي بدرسوا في مقاطعة كيبيك، بتقدم لهم مساعدات مالية. في منحة اسمها Ontario Trillium Scholarship، بدأت في 2010 لجميع أنحاء لجميع الطلاب اللي بدرسوا في مقاطعة أنتاريو، وبتبلغ قيمتها 40,000 دولار، بيدفعوا لك إياها خلال السنوات الدراسة، مدتها لازم تخلصهم ب4 سنوات، وفي بس 75 منحة كل سنة منها. في برنامج اسمه كيلام، KILLAM، وهو برنامج مخصص لمرحلة ما بعد الدكتوراه للبوست دوك، والغرض منه طبعا هو دعم التعليم في البلدان وفي الجامعات الكندية المتخصصة في الفنون. حوالي 50,000 دولار، وبيختلف طبعا، هم ما بعطوك اياهم كاش، بعطوهم للجامعة. بعدين عندك منح بانتن، BANTING، بانتن، هاي برضو ما بعد الدكتوراه والمتقدمين للدراسات العليا. وفي برنامج CIFAR، Azerawal Global Scholars، وهذا برنامج طبعا لجميع الناس في كل العالم الحاصلين على درجة الدكتوراه، ومنحته حوالي 100,000 دولار للدراسة ما بعد الدكتوراه والبحوث. طبعا هذول بعض المنح اللي حكيت عنهم. كل الجامعات الكندية بتوفر منح قبل ما تيجي وبعد ما تيجي. سؤال كتير بنسأله،
طيب أنا كيف بدي أجي على كندا عشان أحصل على منحة؟ أول شغلة لازم تكون متوفر فيك الشروط عشان تحصل على قبول من الجامعة، وذلك اللغة، تكون درجتك العلمية كويسة في الدرجة السابقة اللي أنت حاصل عليها، وطبعا تكون حصلت على قبول وفيزا. هاي 4 شغلات لازم: اللغة، الدرجة العلمية السابقة تكون درجتك كويسة، قبول من الجامعة، وفيزا عشان بعديها تقدر تحصل على السكولرشيب. الآن في كتير جامعات بتقدم سكولرشيب من عندها غير هذه البرامج، بتكون مثلا بجامعة تورونتو بيقدموا سكولرشيب للطلاب الأجانب، بتكون كفرينج أول سنة التويشن فيز، إذا معدلك ضل كويس بتضلك تقدم عليها كل سنة وبعطوك إياها، إذا معدلك نزل طبعا بوقفوها. في جامعات ثانية مثلا ماكجيل، بدك تدور على كل جامعة، موضوع مش سهل، لكن مهم جدا انك اذا حابب انت وعندك فكرة انك تيجي على كندا. اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ويعطيكم الف الف عافية، وان شاء الله تحصلوا على المنحة اللي حابينها. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.